المهم فكره هنا دوري ابطال اوروبا برضو وتشيلسي اللي هزم مانشستر سيتي امبارح. الماتش كان قوي جدا ودي المره الثانيه اللي بيلقب بيها يعني تشيلسي في تاريخه المره الثانيه، فمباراه كانت قويه وده برضو ياكد لك حاجه. خلي بالك لان تشيلسي ربما ما لعبش المباراه يعني الامثل، ما كانش فيه استحواذ قوي، يعني مانشستر سيتي برضو كان بيلعب اعتقد بشكل افضل، ولكن العبره بنتكلم بالنهايه، العبره بالبطوله، العبره بالفوز، فهو ده اللي الناس هتفتكره بعد سنين. محدش بيفتكر الاداء كان عامل ازاي على قد ما بيفتكر مين اللي توج باللقب، فده اكبر دليل اللي احنا شفناه في دوري ابطال اوروبا. يعني كانت برضو كان تعليق لازم اقوله بصراحه، كان راي ان محللين كتير برضو بالامس يعني الكلام ده ينطبق على الجمله اللي اتسمعت بكثافه في الفتره الاخيره، يقول لك ايه، يقول لك دي مباراه تكسب ولا تلعب. فاكره الكلام ده لما اتقال على واحده من مباريات الاهلي الشهيره.